ماما والاكل. بص، هو موضوع امهاتنا والاكل ده غريب جدا اساسا. تلاقيهم طول اليوم قاعدين قدام التلفزيون قدام برامج الاكل، ما بيعملوش حاجه غير كده، وكراسه بقى وقلم وتنقل، ولو ما قعدتش قدام التلفزيون تفتح اليوتيوب وبرده تجيب وصفات اكل. المشكله مش في كده، المشكله ان في الاخر بتروح داخل المطبخ تفتح لك علبه تونه، المصيبه الاكبر انها بتتعور وهي بتفتح. ومن حظك الاسود يا منحوس الشقه انت بتبقى بتناديك ساعتها، وبيبقى يوم مش فايق، اللي هو انت خلاص كده انت لبستها من اوسع ابوابها، انت السبب انها اتعورت، ازاي انت ما تعرفش؟ والله العظيم هي بتنادي اسمك وهي بتتعور. طب انا مالي؟ والمشكله ان انت بتبقى ساعتها بتقوم عشان تلحقها. الشبشب بقى ما بيرضاش يتلبس ساعتها، لا انه متفق عليك. طب انا المره الجايه مش هلبس الشبشب وانا رايح عشان ما تهزقش، اروح بسرعه الحقها. ازاي تفلت من تهزيق ساعتها؟ ما ينفعش، ما تبقاش ماما، لا ما ينفعش. ايه ده، مش لابس الشبشب؟ رجليك هتتوسخ والشقه بتولع اصلا وراها، البيت بيتخرب، وساب ده كله ماسكه في رجليك اللي هتتوسخ من الارض دي. المشكله في رجلي اللي هتتوسخ دي ان ما بقول لها على حاجه في الشقه تقول لك انا منظفه الشقه دي، وبص بتلمع، يعني انت ممكن تنام في الارض. منين هي بتلمع ومنين انا عمال ادوس على الارض رجلي هتتوسخ وهيجي فيها تراب؟ انا ما ببقاش فاهم والله، انا ما ببقاش فاهم ماما دي بصراحه. المهم تحاول محاوله ثالثه، انا المره الجايه اما اشوفها في المطبخ هعدي عليها واقولها انت عايزه مساعده ولا لا؟ يا ويلك يا سواد ليلك لو عملت كده. هي اصلا بتبقى دخلتك ساعتها في حاجه جايه تبوظ برضو، يعني انت اصلا وشك فقر زي ما بقول لك. والله العظيم ما بتبقاش عارف تعمل ايه ساعتها، يعني انا كده ولا عاجب ولا كده عاجب. طب انتحر طيب، ولا انت ما تخشيش المطبخ تاني، ما نطلب دليفري احسن. امهات غريبه. غير كده بقى ان امهات مصر كلها مقتنعين ان هم بيعملوا احلى بيتزا من اللي بره. اه بيتزا بذر الزيتون او بعظم الفراخ، هي حاجه هتكسر سنانك في الاخر، وانت كده بتقطم بثقه باخر ثقه فيك. ايه ده يا ماما، اللي جه في البتاع دي؟ انا تعبانه طول اليوم، مش فاضيه لكم بقى، ما جاتش على البذر. ما ينفعش، لازم انت تشيلها، انتوا السبب برضو، انتوا اللي مش مخلينها تركز في اي حاجه اساسا. ولا الحلويات، ده دور تيتا بقى. والله العظيم تيجي كده عيد ميلادك تقول لك ايه، لا 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 بص ما تخليش تورته من بره، هنعملها لك هنا في البيت. حي لا تيتا والنبي، انا مش عايز تورته، انا هنجيبها من بره، ما تتعبيش نفسك. لا 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 التورته بره دي وحشه. لا على فكره كده كده حرام بقى، كده بقى انا مش هنسكت. ايه اللي تورته بره وحشه؟ ما هو والله العظيم كلام ما يسكتش عليه، مقتنعين اقتناع رهيب ان التورته دي احلى بكتير من بتاع بره. انا يومي مش هيعدي اساسا. بس نيجي بقى لو مامتك قررت تجرب وصفه من اللي بتنقلهم كل يوم دول. بص هو بيبقى يوم باين من اوله، اول ما بتصحى كده بتقوم كده تشم ريحه كده غريبه، يعني طبخه كده انت ما شمتهاش قبل كده، وبتبقى دخلت المطبخ من الساعه 8 وما بتخرجش قبل 6 بالليل، وده بيبقى اقل حاجه عندها في اليوم ده، يوم الاكله الجديده معروف. هي بتبقى اصلا واقفه في المطبخ محسساك ان هي بتعمل حاجه كده اللي هي لو باظت العالم كله هيموت دلوقتي، فانت ايه ابعد عنها. بس ازاي ما تبعدش؟ لا تيجي بقى في الاخر خالص اما الاكله بتطلع من الفرن، ما شاء الله عليك دورك. هي ايه ده؟ ساعتها والله العظيم انت بتبقى بتحاول تشبهه باي حاجه عندك. يا ربي ايه ده، بان كيكس ده ولا وافلز دي؟ هي بيطلع في الاخر طاجن بامي اول مره تعمله، او حاجه اصلا ما تعرفلهاش اسم، وانت كله عمال تسود الدنيا اكتر، وهي بقى مش طايقه نفسها، ونار بتطلع اكتر من اللي في الفرن. هتطلعك بره على السلم، بورينا هتاكل فين يوميها. تعالوا بقى وانتوا بتاكلوا. بص هي اول حاجه بتتخانق فيها مع مامتك وانتوا بتاكلوا هي الملح، الاكل ده ناقص ملح، وهي مش مقتنعه، وتقول لك ده غرقان ملح واحنا اصلا ما عندناش ملح في البيت. هي بتكذب عليا اساسا وانا عافشها وعارف ان الملح ده بقى له شهرين ما دخلش ملح، وهي بتقول لك لا ده غرقان. جه منين انا ما اعرفش. وساعات بقى لما تجيب ملح يتدلق منها كيس الملح في الاكل، وساعتها بيبقى ملح صير، تيجي تقول لها ده مملح قوي تقول لك ما انا حطيت لك ملح. لا بقى هو احنا مش هنستهبل بقى، حطيت لي ملح ايه؟ هو مفيش وسط، اكله كده مش معديه. ولا بقى تيجي للشبع، ماما انا شبعت. لا انت ما شبعتش. ايه ده بجد؟ ازاي؟ لا هتكمل الاكل ده كله عشان انت لسه ما شبعتش. ايوه يعني شبع كاذب، قولي لي. ايوه هو ده شبع كاذب، انا كنتش عارف. هي طلعت مش بطني اساسا، انا مستلف يا ماما، مش قادر مش قادر. بص انت طول اليوم ما بتاكلش وبتاكل مره واحده، لازم هتخلص الاكل ده. ماشي خلاص نخلص الطبق ده، بعديها بنص ساعه في طبق تاني عشان انت هضمت. طب امتى؟ مش كده بس غريب. اخر حاجه بقى هم بما ان بيتي اتخرب كده كده. بص هو انا اصلا بحب الكاتشب، بس من ساعه التلفزيون المخروب ده والبرامج المعفنه اللي بتيجي فيه وجابوا الناس اللي كانوا بيدوسوا على الطماطم، وانا ممنوع من الكاتشب اللي بره ده، فطبعا انا بحبه جدا، فقلت لماما اللي انا عايز كاتشب. المهم ان هي قررت تعمله لي في البيت. بص هو المصحف اللي كان معمول ده كانت صلصه مكرونه، والمصحف ببذر الطماطم، وانا بقول لها وهي مش مقتنعه، والمصحف هي مقتنعه ان ده كاتشب وانا مش مقتنع خالص. دي صلصه مكرونه يا الا صلصه فت، ما حاجه من الاثنين، بس دي مش كاتشب. انها تقتنع مفيش، لا وانا بصراحه مش عارف اقنعها. وكفايه كده عشان انا شكل كده مش هاكل تاني في البيت، ابو حد بس يعزمنا على الاكل عنده بقى. وبس كده انا خلصت، ما تنسوش بقى تعمل له سبسكرايب للشانل بتاعتي على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو ده ومنشن لاصحابك. كان معاكم محمد احمد، سلام.